زحام وملامح لا تخلو من مشاعر الفرح. إنها الساعات الأولى لعمل لجان صرف مرتبات الجيش الوطني، حيث يتسلم كل فرد مرتبات 3 أشهر دفعة واحدة بعد 7 أشهر من الانتظار. اليوم استلمنا 3 رواتب دفعة واحدة، وهذه بادرة خيرة من الحكومة الشرعية، ونتمنى أن يستمر هذا الصرف في الأشهر القادمة، ونرى أنه بادرة خير إن شاء الله. بالنسبة لشعور المقاتلين في باستلام الراتب في هذا التوقيت، يعني شعور رائع عندهم، خاصة أنه يتناسب مع وصول العيد، ورغم يعني الصمود الأسطوري الذي ضحوا به وثبتوا فيه في المواقع شرف البطولة، إلا أنه ما يساويش الراتب عندهم ولا شيء. تبذل قيادة الجيش جهودا من أجل معالجة المشاكل، لكنها تنصدم ككل مرة كما يبدو بأهم مشكلة تتعلق بمن سقطت أسماؤهم. طبعا تم خصم 8% من مرتب الجيش الوطني لمحافظة تعز بالكامل لمعالجة الآتي: لمعالجة الأفراد الذين سقطت أسماؤهم، وكذلك كشف الملحق لعدد 4200، و3000 من الذين تم ترقيمهم ولم يزل تعزيزهم المالي، و1800 الذين سقطت أسماؤهم وكانوا قد بصموا الشهر السابق. خطوة للأمام رغم كل شيء، يقول لسان حال الكثيرين هنا، كما يمكن تلخيصها بالقول المأثور: أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. واجبات تقابلها حقوق مدفوعة، وبوادر انتظام في صرف مرتبات المقاتلين، جميعها شواهد تجعل من فكرة الجيش الوطني قابلا للحياة ومواصلة طريق تحرير المحافظة من الميليشيات الانقلابية. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.